تعيدهم لهذا المجتمع ثلاثة أو ثلاثة كلاهما صحيح الوضع. السبب الأول أن هذا المؤتمر باسم أسعد نديم، وأسعد نديم كان صديقا شخصيا عزيزا قريبا إلى قلبي. كنت أعرف عنه أنه حصل على درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة في تخصص لم يكن موجودا في مصر، وأنه هو الذي استهل عهدا جديدا من الوعي بالخبرة العملية والتطبيقية بالمؤثرات الشعبية. وفوق ذلك كان صديقا نادرا مثال، وإنسانا يعني نظر أن أقابل مثله في الحياة، ولذلك أحببته كل الحب. وكنت أرى أن هذه الخصال العلمية كان يرفضها دائما قدرات إبداعية خلاقة. لو ذهبتم إلى المجلس الأعلى للثقافة ورأيتم قاعة المجلس الأساسية التي يتم فيها التصويت على جوائز الدولة، تذكروا أن الذي صمم هذه القاعة هو أسعد نديم. وأننا عندما كنا نبني المجلس الأعلى للثقافة وجئنا إلى قدس الأقداس في المجلس الأعلى للثقافة، وهو القاعة الأساسية التي تجتمع فيها الهيئة العليا للمجلس، لم نجد أنا ولا فاروق حسني وزير الثقافة في ذلك الوقت جازه الله على ما فعل من يصلح لتصور وتنفيذ ورسم والتنفيذ في الواقع إلا أسعد نديم. فلجأنا إليه وجاء ما فعله فوق تصوراتنا، وفرحنا به فرحا هائلا. وأنا شخصيا كلما دخلت إلى قاعة المجلس الأعلى للثقافة وجلست على المنصة وأنظر إلى تصميم القاعة أذكر هذا الرجل وأدعو له بالرحمة وأذكر فضله، ليس على المجلس الأعلى للثقافة فقط، وإنما على المؤثرات الشعبية والتراث الشعبي كله. يكفي أن هذا الرجل قد نقل المعرفة الشعبية من الوعي النظري الذي قاده الجيل الرائد، جيل الرائد اللي هو جيل رشد صالح عبد الحميد يونس. هذا الجيل أسس لأجيال كثيرة وعيا نظريا بالمأثورات الشعبية، وانطلق تلامذة هؤلاء في الدراسات المتعددة للتراث الشعبي، فأنتجوا كتبا رائعة ودراسات رائعة، وليس هناك وقت لكي تعدد هؤلاء. لكن ما يميز أسعد نديم عن جيل الرواد وعن تلامذة عبد الحميد يونس ورشدي صالح أن هذا الرجل هو الرائد الحقيقي في المجال التطبيقي، هو الذي أحال المادة النظرية إلى علم تطبيقي، وهو فعل ذلك بنفسه. وأظن أنه أول مصري أنشأ مصنع لتصنيع المعصورات الشعبية وتحويلها إلى إبداعات موجودة بين أيدي الناس، وله في ذلك نجاحات نادر أن أجد مثلها على مستوى الوطن العربي كله، بل على مستوى الشرق الأوسط. ولهذا فأنا سعيد بأن أجد أن هذه الدورة مهداة إلى اسم أسعد نديم، فهذا اعتراف بما صنعه لنا الذين قدموا لهذا الوطن شيئا أساسيا ينبغي أن نظل نذكره له، وينبغي أن ننقل رسالتهم إلى أولادنا من بعدنا وطلابنا وإلى طلاب طلابنا وأحفادنا في الوقت نفسه. لهذا تظل سعادتي غامرة بإهداء هذه الدورة لأسعد نديم، وأشكر صديقي وأخي في حب أسعد نديم أحمد مرسي، لأني وأحمد مرسي كنا كفرسي رهان في قسم اللغة العربية وفي الحياة الثقافية. هو كان يسبقني دائما إلى الفضل، وها أنا أراه
يصدقني الآن في هذا المقام إلى الفضل ويهدي هذه الدورة لأسعد نديم، فله الشكر مني على هذه المأثورة التي تضاف إلى مآثره العزيزة. أما السبب الثاني لفرحتي بهذا المؤتمر أنه بعنوان المأثورات الشعبية والتنوع الثقافي، وأنا في تحيزات الثقافية والفكرية للتنوع الثقافي في نفسي مكانة بالغة الخصوصية. لماذا؟ لأن العالم كله بعد أن نجحت حركة التحرر الوطني في الصعود والنهوض والسيطرة، كان العالم يتقاسمه وتتنازعه فكرتان. الفكرة الأولى هي المركزية الأوروبية، والفكرة الثانية المضادة التي ابتدعها وابتكرها أبناء العالم الثالث ومثقفوه هي فكرة التنوع الثقافي الخلاق أو التنوع البشري الخلاق. فكرة المركزية الأوروبية الأمريكية تقول إن للعالم كله مركزا واحدا أساسيا هو قاعدة ونموذج التقدم. هذا المركز الذي يمتد من أوروبا إلى الولايات المتحدة يرجع في جذوره إلى اليونان التي أصبحت أصل الحضارة. ظلت هذه الفكرة مسيطرة على الأذهان وظلت كالمسلمات القائمة إلى أن اكتملت حركة التحرر الوطني وشعر مثقفوها ومنظروها أنه لا اكتمال لمعنى التحرر الوطني إلا إذا طرحوا على العالم منظومة مضادة لمنظومة الهيمنة الثقافية المركزية الأوروبية الأمريكية. ومن هنا انطلق من اليونسكو أولاً وبالدرجة الأولى فكرة التنوع الثقافي الخلاق أو التنوع البشري أو Human Diversity. وكانت هذه المنظومة تعني أنه لا مركز ثقافي يحترم في العالم، وأن العالم كله مراكز ثقافية، وأن العالم كله لا يغتني إلا باحترام كل الثقافات وباحترام كل الحضارات، وأنه لا ثقافة أعلى من ثقافة أخرى، ولا مكان جغرافي هو أعلى من بقية الأماكن الجغرافية، وأن هذه الخرافة التي أسسها الاستعمار وروجت له ثقافته واستمرت طويلا هي فكرة المركز المتقدم والأطراف المتخلفة لم يعد لها مكان في العالم المعاصر. ولحسن الحظ فإن ثقافات هذه الأطراف أو الدول التي كانت مستعمرة سرعان ما أثبتت جدارتها على مستويات متعددة، منها مستوى جائزة نوبل على وجه التحدي.